ضربة جزاء كانت الأهلي سجل منها علي معلول، ويبدو إن كان في ضربة جزاء أخرى مشكوك في صحتها، هل هي كان من المفترض أن تحتسب أم لا؟ أثارت جدل كبير جدا، وعشان ما نروحش كتير قوي في الحالات التحكيمية من دماغنا، نروح أحسن لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد مشرف ومنور كالعادة. كابتن صباح عليك وعلى كل مشاهدينا. أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله. مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، هل كان فيها حالات مثيرة للجدل؟ هل فيها حالات كان فيها أخطاء من طاقم التحكيم اليوم بقيادة الكابتن إبراهيم نور الدين؟ لا، هي كان فيها النهارده حالات كتيرة، وفي لقطة جدلية وحاجات كتيرة ممكن نتكلم فيها كريم واحدة واحدة مع بعض. يلا نبدأ يا جماعة. نبدأ بأول حالة، يلا زعلنا أول حالات عشان الكابتن جهاد يعلق على طول. بتجهز معنا الحالات اهي فورا. اي اول حاله كابتن جهاد معاك على الشاشه. اتفضل. ده احتكاك في منطقه الجزاء، طلب للاعبين الاهلي بركله جزاء، لكن زي ما بنقول كريم دايما النسبه ده تحفظ معانا، ده احتكاك مش كافي احتساب ركله جزاء. اثنين لعيبه كان يعني اذا كان في دفع فالدفع حصل من مهاجم النادي الاهلي هو اللي بيزق اللاعب سيراميكا، وبالتالي احتكاك طبيعي جدا في كره القدم موجود. اللاعب الاهلي اللي راح لسيراميكا مش العكس، وبالتالي الاحتكاك ده الشد والجذب الخفيف ده مش كافي احتساب ركله جزاء، واستمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه ومراجعه صح من الفار ومش فارق جزاء. طيب نشوف الحاله اللي بعدها يا جماعه على طول. كابتن جهاد معانا يبص برضو على الحالة دي. ده الهدف اللي تم الإلغاء بتاع النادي الأهلي. بنتكلم التسلل، الحكم المساعد خد القرار في الملعب بالتسلل، حكم الفار حط النقط بطريقة صحيحة، رسم الخطوط بطريقة صحيحة، وبالتالي التسلل صحيح. الفار مراجعة صحيحة، الخطوط رسم بصورة صحيحة، وبالتالي إلغاء هدف النادي الأهلي إلغاء صحيح. فمقبل القرار صحيح. عظيم. نشوف الكرة اللي بعدها، دي تسلل خلاص واضحة يعني. ناخد الكرة اللي بعدها أهي. دي ضرب ركنية سيراميكا كليوباترا، ده الهدف. ده الهدف، والكلام على انه كان ممكن يبقى فيه فاول لصالح الشناوي يا كابتن جاد. بص، الفكره اللي حصل من اللعيبه بعضها دي مفيش فيها مشكله خالص، اللي عاق الشناوي هو زميله، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح. مفيش اعاقه من لاعب سيراميكا اللي حرز الهدف، وبالتالي القرار صحيح، مفيش اي خطا من لاعبي سيراميكا، وبالتالي الهدف صحيح. عظيم. هي كان واضحه كمان، واضح ان هو خطا من الشناوي مش اكتر يعني. نشوف الحاله اللي بعد كده. دي ضربة الجزاء. دي تميز من حكم الفار اللي موجود، اللعبة ما فيش حد في الملعب طلب ركلة جزاء، يعني ما فيش حد في الملعب يتكلم على ركلة جزاء. بما فيهم كريم فؤاد نفسه، يعني كريم فؤاد. لا، ما حدش يتكلم على ركلة جزاء، يعني انت الأصعب قرار ممكن حكم فار ياخده اللي ما فيش اعتراض عليه. صح. فحكم الفار يعني ده تميز ليه، كنت أتمنى يستمر في اللقطة اللي هنجيبها بعد كده، بس ده تميز ليه إن جاب الحكم. وده تهور من لاعب سيراميكا، والكره كانت في الملعب ما خرجتش بره الملعب، وبالتالي الكره في اللعب، وركله جزاء صحيحه تم احتسابها بتهور وانذار مستحق للاعب سيراميكا، والكره صحيحه. سؤال فرعي جدا يا كابتن جهاد، انه وانا بتفرج على المباراه اول ما تعادت الكره كده قلت خلاص 100% ضربه جزاء، بس الكابتن ابراهيم نور الدين وقف كتير على الفار، تفتكر ليه؟ بيبقى بيفكر في ايه وقتها الحكم يا كابتن جهاد؟ يعني اكيد انت برضه اكيد اول اكيد اول مش معاه في حاجه واحده. ان قرار ضربه الجزاء قرار كبير، فهتاكد عشان اوصل القرار الصح. ده بقى عنديش مشكله في الاخر، حتى لو اتاخر 10 15 ثانيه ونوصل القرار الصح انا ما عنديش مشكله، يعني في الاخر ما فيش مشكله خالص. لان قرار ضربه الجزاء او قرار الغاء هدف دي قرارات كبيره، وبالتالي لازم الحكم ياخد وقته عشان يتاكد من القرار ويرجع بالقرار الصحيح. عظيم. او ممكن يكون متاخر برضه عشان يشوف هي كارت احمر ولا كارت اصفر. عظيم. فبرضه ممكن دي برضه خدت منه وقت. نقطه مهمه يا كابتن جاد، صح. نقطة مهمة. فهو رجل بركلة جزاء وانذار، وده كان قرار صحيح. عظيم. نشوف اللي بعدها، الحالة اللي بعدها. دي كرة تقريبا برضو كان فيها احتكاك. لمسة يد للاعب سيراميكا، الكرة لما اترفعت راحت للايد. هنشوف كرة مع بعض. بص يا كريم، المبدا بتاعنا لمسه اليد لما تيجي الايد مكبره الجسم مش مكبره الجسم، الكره جايه من مسافه بعيده،
لكن الايد داخل الجسم مش مكبر الجسم، وبالتالي لمسه اليد غير متعمده من لاعب سيراميكا، واستمرار اللعب كان قرار صحيح ومراجعه صحيحه من حكم الفار، وبالتالي مش فارق الجزاء. عظيم، نشوف اللي بعدها. دي اعتقد الكوره اللي هي طلب فيها النادي الاهلي ضرب الجزاء. هي دي يعني هكلمك ان هي لعبه المباراه. لا دي يعني دي اوف سايد. لا دي حاجه ثانيه خالص، دي تسلل. بص انا كنت اتمنى كلمه في الكوره دي المساعد ما يرفعش او الحكم ما يصفرش. ليه؟ لان انت في عندك بار وعلى فكره التسلل صح، التسلل صحيح وقرار صحيح ما فيش فيه خطا يعني. بس كنت اتمنى يستنى ينتظر شويه من الحكم المساعد، والحكم برضه حتى لو المساعد رفع ينتظر بالصفاره، لان وارد يجي جول وارد يكون في خطا، وبالتالي انت عندك فار لو صفرت الصفاره كده وطلعت ودخلت جون وكان الحكم الفار اخطا مش هتعرف ترجع فيها تاني. بس مش واضحه كده، هي في المنطقه دي بس واضحه فضل. يعني هي لما خبطت فيه كانت واضحه جدا يعني، هي واضحه، هي واضحه. والحكم وبصراحه الحكم انا بتكلم الحكم يا كريم في كور زي دي انتظر، مش هتفرق اتعدى ثواني 5 ثواني مش هتفرق. كابتن جهاد عندك كابتن جهاد اقصد اقول لك انه الحكم المساعد كمان كان واقف صح جدا بصراحه. لا لا هو من الحكام المميزين يعني، هو حكم مساعد مميز محمد محمود لطفي من المساعدين اللي تعتمد عليهم يعني دور مصر. هاي طيب ناخد اللي بعدها. دي كرة علي معلول اللي طلب فيها ضربة جزاء. تمام. واعترض هنمشي مع اللقطة كريم واحدة واحدة. يلا نمشي مع اللقطة. دلوقتي المنظر اللي عنده المراجعة اللي حصلت من الحكم، الحكم طبعا في الملعب ما احتسبش الحاجة. فزي ما في القصة بتاع ضربة الجزاء اللي انت ما احتسبتهاش. هنتفرج على الكورة حتة حتة وناخدها خطوة خطوة. هو علي دلوقتي خد الكورة. انت مسموح ليك الاحتكاك اللي حصل فوق ده مسموح ليك. لكن اللي مش مسموح ليك انت تعمل الخطوة برجلك الشمال، خدت بالك رجلك الشمال اللي عملت الإعاقة، عمل منع التقدم علي معلول، هي الرجل الشمال دي اللي عملت الخطأ. ارجع تاني بقى، ارجع تاني، ارجع تاني. الخطأ ده على فكرة ما يشوفوش الحكم في الملعب. ده خطأ اللي يشوفه الفار. بس الفار يهتم بحاجة واحدة يا كريم، هو الخطأ اللي حصل منه ان هو اهتم باللي فوق. بالاحتكاك اللي فوق، الاحتكاك اللي فوق مفيش فيه اي خطا نهائي. كمل كمل كمل، هات الكره بتاعت الاحتكاك بالقدم. هات الكره وهي لكن روح نكمل هتلاقي فيه خطوه متاخده كمان سنه. هتروح هتلاقي دي خطوه متاخده من الرجل الشمال. بس بقى وقف الرجل الشمال للمدافع، هي دي اللي عملت الاعاقه. الحركه الخطوه دي هي دي اللي عملت الاعاقه. لو الرجل دي على الارض بنفس المنظر يا كريم مفيش خطا. لكن الحركه الرجل لما اتحركت الخطوه دي هي دي اللي عملت الاعاقه، وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تستثمر النادي الاهلي. كان واجب على حكم الفار يستدعي الحكم ويوري له لقطه بالمنظر ده. كان هياخد وقت اقل من الركله اللي فاتت يعني، هو اللي باللقطه دي كان هياخد وقت اقل من ركله جزاء اللي احتسبها. يعني ده ودي ركله جزاء صحيحه. تقصد كابتن جهاد تقصد ان دي واضحه عن الثانيه كمان؟ دي اسهل يعني، اللقطه اللي ورا الجون دي اسهل من الثانيه، كان احسبها ابراهيم مش هياخد فيها وقت زي الثانيه. فبالتالي كانت سهله جدا ان يحسبها. انا بقول لك الخبرات الحكم الفار اللي موجود، خالد ما لعبش، خالد ما لعبش دوري ممتاز، فبالتالي هو ركز على الاحتكاك اللي فوق، اللي فوق مفيش حاجه خالص. لكن هو لو بص على حركه الرجل دي، دي بتفكرني يا كريم بلقطه لرونالدو في كاس العالم 2018 بنفس المنظر. صح. وبرده المدافع رفع ايده اللي ما عملش حاجه، وكان نفس التلامس اللي حصل بنفس الكيفيه دي كده، وتم احتسابها ركله جزاء للبرتغال، وبالتالي دي في اي مكان في العالم ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاهلي. بص هو انا مش بحب افضل كل شويه اقلب المواجع في موضوع التحكيم ده، بس يا كابتن جهاد في اخطاء، ما خطا زي ده اكيد اثر على نتيجه المباراه اكيد، والموضوع ملوش علاقه. على فكره كريم انا برضو يعني هقول لك على حاجه، الطقم النهارده عمل ماتش حقيقي. صح. ايه اللقطه دي؟ يا كابتن اتفضل. يعني الطقم بالكامل عمل ماتش النهارده، عمل ماتش هايل. اللقطه دي تخيل الماتش بالكامل عمل ماتش ممتاز، لقطه زي دي مؤثره في المباراه. بقت عندك مشكله كبيره ان انت اثرت على المباراه بخطا زي ده. صحيح. فدي مشكله. صحيح. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات.